الهم تحبا البارح بعد اليوم اشهد الشتا وانا قلبي مضيوم وخياتي وين جيت انا بين ساداتي العفو اللي جانا والعفو يا بابا واش الحق يزول القلوب كتابه نستولى في المعقول وحيدوها حيدوها حيدوها حيدوها. بونجور عليكم خلاها الفرنساوي. اهلا وسهلا ومرحبا. واحد الوثيقة ديال الحماية اللي تعتبر تنازل على الحق ديال العائلة العلوية. القرض العقاري والسياحي سرقت منه 800 مليار سنتيم، القرض الفلاحي 84 مليار، البنك الشعبي 3 ديال الملايير. دابا ولا التهديد ديالكم كلها بالاغتصاب، داير كله نظام مبني على الاغتصاب. مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا. هذا الاسبوع هذا وقعت بزاف ديال الاحداث، اللي كان ابرزها هو الحدث اللي وقع البارح الجمعة، اسبوع بالضبط قبل جمعة الاغتصاب الاكبر اللي غادي تكون في 25 نوفمبر، غيكون فيها الشاهد والمشهود. البارح الجمعة كان تفاجئنا بالرسالة اللي كان رسلها الأستاذ والدبلوماسي والقنصل السابق ديال المغرب في المملكة العربية السعودية. تفاجئنا بالرسالة ديالو اللي تقول فيها بأن السلطات العليا ديال المغرب ضغطات على السلطات العليا في المملكة العربية السعودية باش تكتم هذا الصوت هذا وهدوه بأنه لبقى يكتب في السياسة وفي الفكر ويتكلم على الرأي ديالو في النظام المغربي ويقترح حلول على النظام المخزني، فغادي يتم الترحيل ديالو من المملكة العربية السعودية اللي مستقبل الآن مجرم من المجرمين والديكتاتوريين ديال القرن 21 اللي هو بن علي، في الوقت اللي هي كتستقبل السفاحة والقتالة والمجرمين والديكتاتوريين، فكتهدد الأشراف والمشكل ديال الدبلوماسي السابق الأستاذ علاء الدين بن هادي. كان بدات منذ 2009 فاش ناضت مرت السفير ديال المغرب في الرياض في المملكة العربية السعودية، مرت السفير عبد الكريم السمار المصرية، فاش اتصلت به، كان هو ديك الساعة قنصل، اتصلت به وامرته باش يدير شي مسائل اللي ما بغاش ينفذها بحكم قال لها بان الاوامر ديالي تناخذها من عند السفير ماشي من عند مرت السفير. فتقلقات عليه مرت السفير المصرية وادباته انه ما تخلصش 3 شهور، دخل في واحد المتاهات مخزنيه اللي لا حدود لها. فالان تأدي الضريبه ديال الوقوف ديالو ضد الحقره، وهذه كانت نتيجه طبيعيه للوقوف ديالو ضد الحقره وضد الاستعمال السيء والظالم للسلطه. انا شخصيا تنعتبر بان الضيق ديال المخزن من قلم مسالم تيقترح الحلول على المخزن وتنتقد السياسات ديال المخزن، فهذه اكبر علامه على الانهيار ديال المخزن.
وبهذه المناسبة تنعلن التضامن ديالي والمساندة ديالي للقنصل السابق والدبلوماسي السابق الأستاذ علاء الدين بن هادي، تضامنا لا مشروطا ومساندة لا مشروطة. وفي هذا الأسبوع أيضا تنفرحوا بزاف فاش تخرج لنا صوت من الأصوات ديال الصحافة المرئية، تخرج لنا عبر اليوتيوب وتضامن مع حركة 20 فبراير. فتحية عالية للأستاذة المحترمة فاطمة الأفريقي. وفي نفس الجمعة ديال 18 نوفمبر البارح، يعني أسبوع قبل جمعة الاغتصاب الأكبر، تنتفاجئوا بأن الملك ديال المغرب ما كانش تتواجد في المغرب في الوقت اللي البارح 18 نوفمبر كان هو عيد الاستقلال ديال المغرب. ولكن فين كان هذا الملك في عيد الاستقلال ديال المغرب؟ كان في البلاد اللي كانت مستعمرة المغرب. وهذه ماشي أول غيبة للملك، فالمغاربة والفوه كبير ديالهم الصغير ولفنا كنشوفوا بأن الملك غايب على البلاد، ما كاينش في البلاد، وكل شيء تذكر الغيابات ديالو اللي كانت تجبر المجلس الوزاري باش يبقى يتسنى في شهر وشهرين حتى يجينا الملك من الكونجيات ديالو اللي لا بداية لها ولا نهاية. الشيء الذي يوحي بأن المغرب تيسيروا اي وليدات المدرسة اللي قراو معاه، الغلمان والأغيلمة اللي قراو معاه في المدرسة هم اللي مسيرين لنا هذا المغرب. وكنغتنم هذه الفرصة هذه باش نقول لوزارة الأوقاف والشؤون التي يقال عنها أنها إسلامية باش ما تبقاش تنقل لنا الخطاب ديال الجمعة ديال أمير المؤمنين عيفك ما بغات هي حتى يكون لنا حاضر. فإلا كانت غدا تبقى تنقل لنا الخطب ديال الجمعة تبقى تنقلهم دائما، وخا يكون حتى في الموزمبيق ولا في كوالالمبور تبقى تنقل لنا الخطب ديال الجمعة ديالو، ماشي عي تيكون لنا في المغرب لحقاش تنصنتو الخطبة ديال أمير المؤمنين تدوز ما بين الخطبة وخطبة تدوز عام. فالشيء الذي قد يوحي بأن الملك تيقطع الصلاة ولا، فنتبعوه فيما كان ونحضروا له الجمعة ديالو. وهنا لابد أننا نتكلموا على بعض الكتاب والصحفيين اللي تتعتبروا أبواق للمخزن، اللي تحاولوا جاهدين باش يبروا الغياب ديال الملك في فرنسا في هذا الوقت بالذات اللي شعل فيه العافية والحراك الشعبي في أوجه، تحاولوا يدافعوا على الملك ويقول لك ودي راه غايب بغي يكون محايد. فحنا كنسألوا في كان الحياد ديالو في الوقت اللي كان كيطالب عباد الله باش ينزلوا ويصوتوا على الدستور بنعم، وكان تيمول الافارقه وكان تيمول الطباله والغياطه، وكان واقف على شغله بحال الباترون اللي تيكون واقف على العمال ديالو في الوزينات. ففين كان هاد الحياد ديالو في الحمله على دستور العبيد؟ وفين كان الحياد ديالو فاش اعطى الضوء الاخضر لصاحبه والصديق ديالو باش ياسس حزب في وقت وجيز جدا، واللي ولا اول حزب في المغرب؟ وفين كان الحياد ديالو فاش اعطى الضوء الاخضر لخالو باش يتقدم لهاد الانتخابات البرلمانيه في خنيفرة؟ فوق الحزب ديال صديق الملك. ولينا دابا غنبقاو نتكلموا ماشي على مرشحين اللي يعتبرون اصدقاء الملك، ولينا غنبقاو نتكلموا على مرشحين اللي من علية القوم، مرشحين ملكيين. غدا بعد غدا نقدروا نتفاجئوا ونكونوا مستعدين ليها، ان خواتاته يبقاو يترشحوا وخوه ولاد عمو حتى هما يبقاو ترشحوا لنا في بعض الدوائر الانتخابيه باش يوليو برلمانيين. دابا غنتكلموا على بعض التبهديل اللي شفناه في هذه الحمله الانتخابيه في خلال هذا الاسبوع. اولا لابد من الاشاره باننا عندنا في المغرب اصغر واقصر مده ديال الحمله الانتخابيه. تصوروا عندنا المده ديال الحمله الانتخابيه من 12 في الشهر ل 25
25 غيكون عندنا الاقتراع. دونك عندنا عي 12 يوم ديال الحمله الانتخابيه. في الوقت اللي حنا عندنا 186 مليون الف حزب، وعندنا اكثر من 65 الف صندوق، بمعنى ازيد من 65 الف مكتب، بمعنى ازيد من 65 الف حمله انتخابيه. فبعد التبهديل اللي بان في هذه الحمله الانتخابيه ديال حزب ديال الملك وليداتو تفرقة مغلباتو ديال أصالة والمعاصرة، اللي قدم لنا مريم الدعلي 23 سنة كمرشحة للبرلمان. كان الاتحاد الدستوري اللي قدم لنا جوج ديال الشبان، شاب في العمر ديالو 21 سنة محمد الوادكي، وشابة سارة خويا العمر ديالها 21 سنة حتى هي زيدة في 1990. علاش هاد الاحزاب هادي كتقدم هاد الشباب الانتخابات البرلمانيه؟ باش تدر الرماد على عباد الله، باش تقول لهم احنا راه تنقوموا دابا بالتشبيب ديال الاحزاب، وحتى الشباب المغربي غيكون عنده الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان. الا كنتوا غتلقطوا لنا عيناس صغار في السن عندهم 20 و21 عام وتحطوهم لنا في البرلمان باش حنايا نعسوا نقولوا صافي راه ولا كيمثلنا، غنقول لكم لا، هذيك مؤسسات شرعية، هذيك مؤسسة اللي خص يكون فيها الناس اللي تفهموا في السياسة وتفهموا في التشريع، واللي غادي ينظروا لنا المستقبل ديالنا، وغادي يخدموا لنا على المستقبل ديالنا ومستقبل ديال ولادنا والأحفاد ديالنا. فلا يعقل أن غادي نبقوا ترشحوا لنا بنادم حيت السن ديالو صغير، ولا حيت فنانة كما دارنا جابوا لنا، ولاو يجيبوا لنا دابا الشيخات وغيحطوهم. علاش؟ لحقاش قدمت بزاف للفن. احترامنا كامل للشيخات، المغرب راه واقف عيب الشيخات، راه الاحزاب كلها واقفه بالشيخات، تنحترموا الشيخات احترام والتقدير الواجب، ولكن ما غنبقاوش نقدموا الشيخه للمؤسسات التشريعيه حيت هي قدمت للفن بزاف. ولا قدمتي للفن بزاف تبقاي في الفن، مش مشيتي لناش المؤسسات التشريعيه، مشيت لنا الشيخات المؤسسات التشريعيه. فالمواطن المغربي يمكن له يتصور كيفاش غادي يكون المغرب من 5 سنين الى ناض كل حزب غير يرشح لنا الشيخات. حنا باقي نتندابزو باش نريبو هذا النظام اللي نهار اصلا نهار، على باقي عيب بعض الخيوط اللي شاداه النظام ديال المخزن ديال الشيخ والمقدم. فإذا بالأحزاب المخزنية بغا تجيب لنا الشيخات. فهاد الحملة هادي تنشوفو نفس الوجوه، نفس الخطاب، نفس الوعود، نفس التمسكين، نفس التبهديل. فأمناء الأحزاب وال هاد المرشحين اللي كيتساروا في الأحياء ولاو تا هما تيديروا الفيديوهات في اليوتيوب بحالنا، سبحان الله العظيم عايديناهم. ولينا تنشوفوا أمناء أحزاب ووزراء على قدهم تا هما تيجلسوا حدا الكاميرا وتيصوروا فيديوهات وتيقولوا عافاكم أنا مزاوقين، كلشي غيولي زوين. صوتوا علينا، مابقاش دابا المشكل نزلوا صوتوا علينا كما كانت تتقال شحال هادي. دابا ولاو تيقولوا ونزلوا عي صوتوا، شفنا بزاف ديال الفيديوهات ولاو تيطلبوا من الناس تيقول لهم ما تصوتوش عليا، ما تنقول لكم صوتوا عليا، نزلوا عي صوتوا. علاش؟ حيت تبهدلوا، حيت عرفوا بنادم ما غينزلش تيصوت لا عليهم ولا على غيرهم، حيت لا هما باغيين بنادم ينزل يصوت باش يشدوا بالكاميرا تقول اوه ها الصفوفه راه كاينين راه الناس كيصوتوا هذاك الشيء، ولكن واخا ما يصوتوا حتى على واحد ولا تكون البطاقات ملغات، ولكن هما بغاو يروجوا ديك الصوره ديال احنا راه نزل عندنا بزاف الناس يصوتوا، وان لهم ذلك. تبهديل واحد اخر هو ان بزاف ديال الناس المرشحين في هاد الانتخابات التشريعيه ديال 25 نوفمبر متابعين في قضايا فساد، وكاين منهم اللي تمنعوا في انتخابات التشريعيه ديال 2007 وفي انتخابات المحليه ديال 2009، والان تياخذوا تصريح من عند السلطه باش يتقدموا، وهما معروفين بالتشفارت وتقمرت. وتبهديله واحده اخرى هي انه شفنا اباطره المخدرات كيتقدموا لهذه الانتخابات التشريعيه وتنفقوا اموال باهظه، وطلب منهم
باش يديروا حمله واسعه باش يحاولوا يشجعوا الناس باش ينزلوا يصوتوا. فلا يعقل ان مرشح من اباطره الحشيش اللي في الدائره ديالو 1000 واحد هو مخدم 1600 ديال الشباب تيخلصهم يوميا ما بين 200 درهم حتى 500 درهم. المواطن اي مواطن مغربي كيتعجب تخلص على هذوك اللي كتخلصهم بيديروا لك الدعايه هما اللي تيصوتوا لك والنبي عليه السلام والصلاه والسلام غادي جامع عباد الله وتيخلصهم يوميا ولكن بدعم من الدوله باش يهرسوا هذا الحصار ديال المقاطعه. باغيين يجيبوا الناس باغي الناس يروجوا لهذا البهرجه وهذا الفولكلور باش يحاولوا يجذبوا اكبر عدد ممكن لصناديق الاقتراع وانى لهم ذلك. ايوا انتخابات كننظموا حنا في المغرب من 5 سنين ل5 سنين دونك الا غننظموا انتخابات سابقه لاوانها دونك خصنا نحلوا الحكومه وتحل البرلمان عاد ننظموا انتخابات سابقه لاوانها مما يعني لا قانونيه الانتخابات ديال 25 نوفمبر. وهنا تحية عالية للأستاذ نقيب المحامي السي عبد الرحمن بن عمرو اللي رفع دعوة قضائية ببطلان انتخابات ديال التبهديل ديال البهرجة الفولكلورية ديال 25 نوفمبر 2011. الأغرب من هذا هو أن المجلس الحكومي اجتمع والبارح 17 نوفمبر 2011 وصادق على مجموعه من القوانين وعلى جوج ديال الاتفاقيات دوليتين تيتعلقوا بمنظمات العمال الريفيين والعمليات الانقاذيه مما يعني ان الوزاره مازال تقوموا بالوظائف ديالهم الحكوميه في نفس الوقت تقوموا بالحملات الانتخابيه لصالحهم. وهنا غادي نوقفوا على بزاف ديال الحوايج فمثلا مزوار والبقره الضاحكه اللي باتت في القمره باش تحط الترشيح ديالها ومحمد عامر ومحمد العنصار ومجموعه من الوزراء اللي تيقوموا بالحملات الانتخابيه ديالهم دابا فكيستغلوا المنصب ديالهم وتستغلوا الفلوس اللي كتعطيها لهم الدوله من جيوب دافع الضرائب بصفتهم وزارة تستغلوها في الحملات الانتخابية ديالهم وتستغلوا طبعا طنوبيلات السيرفيس وليسانس ديال السيرفيس والوقت اللي كنخلصوه من جيوب دافع الضرائب اللي الاستوزار تيمشي لهم هذاك الوقت في الطبلة والغيطة والبهرجة الفولكلورية. فهل هذا لا يعتبر استغلالا واضحا وفظيعا للسلطه وللمنصب وللموارد ديال الدوله؟ فمثلا فاش تمشي لنا مزوار المكناس في اطار هذه البهرجه الفولكلوريه ديال الحمله الانتخابيه ديالو فاش تمشي لها واش بصفته وزير ولا بصفته مرشح؟ وهذه الوزاره اللي هو وزير ديالها وزاره الماليه واش غادا تعوضوا على التنقلات ديالو كوزير ولا غادا تعوضوا على التنقلات ديالو كمرشح؟ فطبعا غادا تعوضوا على التنقلات ديالو كوزير وهو تيصرف هاد الفلوس ديال وزاره الماليه ديال الدوله ديال دافع الضرائب في البهرجه الفولكلوريه ديال الانتخابات ديالو. اما السي محمد عامر وزير الجاليه الحاليه ف انا بعدا زعما تنتعجب كيفاش ما حشم ما استرعى ما الجاليه ممنوعه من التصويت ومن الترشح وهو غادي مرشح راسو ومبهدل راسو وتيصرف الملايير على الحمله ديالو وهذا البهرجه ديالو من جيوب ديال دافعي الضرائب. ف
فالتنقلات ديالو المصاريف ديال البهرجه ديالو كلها كتصرف بصفته وزير للجاليه. ونظن بعض الاصوات قال لك اودي هذا الدستور ديال العبيد الجديد ما تكلمش على حق المهاجرين المغاربه في التصويت والترشيح طبعا. فكنطلب منهم باش قبل ما يدويو يحلوا بعدا الدستور اللي صوتوا عليه هاد العبيد يحلوه ويقراوا الفصل 17 اش تيقول بالحرف الواحد. تيقول يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. فاحنا ما ترشحنا ما غنصوتوا، بمعنى ممنوعين. والدستور ديال العبيد اللي صوتوا عليه العبيد عيب اش يدروا الرماد على العيون. فالتفعيل ديال دستور العبيد على ارض الواقع ما كاينش وما عمره ما غادي يكون. اللي كاين هو اغتصاب إرادة الشعب المغربي. نرجعوا لمحمد عامر وزير الجالية ونقولوا له كيفاش وزير الجالية ما عنده علاقة بالجالية؟ كيفاش انت وزير الجالية وما عندك علاقة؟ وسؤال لهذا النظام المخزني، كيفاش عندكم وزارة الجالية المغربية اللي ممنوعة من الترشيح والتصويت؟ ما قيمة هذه الوزارة إذا؟ كيعجبونا هاد المسؤولين عافاش تيستقبلوا هذيك 5400 مليار سنتيم سنويا، هذيك تيستقبلوها. تيجيبوا لنا الشيخات يتعرضوا لنا في المطارات وفي الموانئ، مرحبا بكم، مرحبا بالجاليه ديالنا، مرحبا بكم في بلادكم. ومن الحوايج عاوتاني ديال التبهديل هو استعمال ديال الطائرات في بعض المدن المغربيه اللي تفرقوا بها الدعوه وراقي فيهم دعوه للشعب باش يمشي لمراكز الاقتراع. فكنشوفوا بعينينا كيفاش الفلوس ديال دافعي الضرائب تيتبعثروا في السماوات قدام عينك بن عدي. وفي نفس هذا الاسبوع هذا تفاجئنا بالمغرب ووزير الخارجية المغرب والحكومة المغربية وكل شيء تحرك ضد تونس. قال لك حقه الواد لعبنا ماتش الكرة تما حقه تعدوا لنا على الجمهور ديالنا، ناض كل شيء، ناض زلزال في المغرب. فين كانوا هاد الناس اللي منوضين دابا هاد الزلزال على تونس؟ بغاو المغرب يقطع العلاقات ديالو مع تونس بسبب شي براهج دابزو مع شي براهج اخرين في التيران. فين كانوا فاش تغتصب عدد هائل من اطفال مغاربه وفرنسيين، تغتصبهم ناس فرنسيين وناض الملك ديال البلاد وعفى عليهم وصيفطهم لبلاداتهم. اللي موقع والو، مالنا موقع والو، ماشي مشكل، شنو اغتصبتوا المغاربه 1000 2000؟ لا رجعوا طلقوهم يمشيو في حالتهم عادي، ما كان حتى شي مشكل. ودابا غادي نتكلموا على كيفاش غادا تزور هاد الانتخابات في جمعه الاغتصاب الاكبر. اولا خصنا نعرفوا بان انتخابات مزوره منذ التقطيع ديالها الملكي المقدس، التقطيع الملكي المقدس تما تبدا الاغتصاب الاصغر. كيعرفوا المغاربه بان عندنا 65000 مكتب، بمعنى كل حزب من هاد الاحزاب المشاركه في هاد البهرجه الفولكلوريه خصها تكون عنده 65000 ممثل ديالو في كل مكتب من المكاتب اللي فوق التراب الوطني. الشيء اللي ما تتوفرش عند اعتى الاحزاب، بمعنى المخزن في شخص وزاره الداخليه اللي هي كما قلنا وزاره السياده، وزاره ديال الملك. فالملك غادي يصيفط الموظفين ديالو هما اللي غادي يسهروا على المكاتب هاد 65000 مكتب.
شكون هما هاد الناس اللي غادي يمشيو كمراقبين وكممثلين للاحزاب في هاد 65,000 مكتب؟ كيستعان النظام المغربي المخزن المغربي، تيستعان بموظفين ديال الجماعات المحليه، وتيستعان برجال التعليم. مؤخرا في العمالات كانت في هذا الاسبوع هذا كانت اجتماعات ماراثونيه مع عمال صاحب الجلاله مع المنتخبين. فالتوصيات اللي تعطات للمنتخبين هو ان المترشحين هو انه يديروا كل ما بالوسع ديالهم باش يشجعوا الناس، ماشي باش يصوتوا عليهم، ولكن يشجعوا الناس يمشيوا الانتخابات. حنا مزوقينها العار، ما تصوتوش علينا، عسيروا لصناديق الاقتراع. هذه التوصية رقم واحد. توصيات اجتماعات ماراطونية كانت مع الموظفين ديال الجماعات المحلية ورجال التعليم اللي غادي يمشيوا كمراقبين ولا كممثلين، غيكونوا حاضرين وصاهرين للعملية الانتخابية في هذا 65,000 مكتب. التوصيات اللي تعطات لهم في هذا الأسبوع هو أنهم في الأول في اجتماعات الأولى كانوا قالوا لهم أودي راه أي شخص غادي يدخل عندكم المكتب باش يصوت، ف خصو يدلي بالبطاقة ديال الناخب وبالبطاقة الوطنية. من بعد قالوا لهم أودي إلا جاكم شي حد عنده غير البطاقة الوطنية وما عندوش بطاقة الناخب فخليوه يصوت. ما تقلبوش في اللوائح على الاسم ولا هادي، ماشي مشكل، ما يقلبوش كاع. من بعد قالوا لهم أودي إلا جاكم شي حد وقال لكم بأنه نسى لاكارت ناسيونال ونسى بطاقة الناخب وكنتو كتعرفوه من وجهه وعارفينو بأنه تنتمي لديك الدائرة فخليوه يصوت باش نسهلو العملية الانتخابية. فالمواطن المغربي تيفهم بأن الدولة معولة على خزيت. فمثلا في بعض المراكز وبعض المكاتب ديال التصويت اللي غادي يكون فيها مثلا اي ممثل ديال الحزب او ممثلين ديال جوج ديال الاحزاب، والاخرين كلهم غادي يكونوا موظفين واعوان ديال الدوله. ف مثلا واحد المكتب ولا دائره غيكون فيها 1000 ديال الناس، جاوا 20 خلق هما اللي صوتوا، بقات 980 خلق غايبين ما جاوش، شنو غادي يديروا لهم؟ ساهله، غادي يقولوا لهذوك الاحزاب اللي عندهم الممثلين ديالهم، اقول لهم خذوا منهم واحد 800 خلق وقسموهم عليكم نتوما بجوج، خذوا 400 400 وهنيونا من صداع، والاخرين اللي غايبين غياخذوا زيرو من هذيك من الغياب. دونك الغياب غادي يبقى يتقسم ويحيدوا منه 10 نسبه، يقولوا ما جاوش. مثلا 1000 جاو 20، 980 غايبين غادي يديروا 900 جاو حضروا، عطاهم 450 450 لواحد و80 غيحسبوهم غايبين باش يطلعوا النسبه ديال المنتخبين. هادي تنهضروا على المكاتب اللي غادي يكونوا حاضرين فيها الممثلين، ممثل او جوج الممثلين ديال الاحزاب. فما بالك بالمكاتب اللي ما تقدر يغطيها حتى شي حزب، اللي تيكون حاضر هو الاعوان ديال السلطه، تيحضروا العمليه الانتخابيه، الصندوق فيه جوج ديال الاصوات، تهزوه تديوه للقياده دير فيه اللي بغا. هذيك كتكون هي الزرده الكبيره ديال المخزن، والمخزن عنده بزاف ديال الزرود في هاد الجمعات الاغتصاب الاكبر. فمثلا اللي شدينا واحد المكتب ولا واحد الدائره انتخابيه اللي فيها مثلا واحد 1000 خلق مثلا، غادي نقسمو مثلا على 11 ساعه، غادي يكون الانتخاب من 8 الصباح ل 7 العشيه، دونك عندنا 11 ساعه، شحال في هاد 11 ساعه الا قسمنا هذيك 1000 ديال البشر على 11 ساعه شحال خصو يدخل عندنا؟ خصو يدخل عندنا من واحد المكتب الاقتراح في الساعه. فالساكنه ديال اي مكتب غادي يبقاو مقابلين المكاتب ويشوفوا، وحنا غادي نحسبوا، ما نتسناوش المخزن يحسب، حنا غنحسبوا راسنا. كما اننا ما بقيناش تنحتاجوا المؤرخين ديال السلاطين، ولينا تنأرخوا الحاضر ديالنا بيدينا، تنوثقوا له بالفيديوهات وتنوثقوا له بالمقالات وتنوثقوا له بالانجازات، وما بقيناش واستغنينا على مؤرخين ديال السلاطين. فكذلك الانتخابات اللي غادا توقع تسميوها انتخابات، هي سميتها البهرجه الفولكلوريه الاسم الحقيقي ديالها. فهاد البهرجه الفولكلوريه اللي غادا تكون في يوم الاغتصاب الاكبر
نهار الجمعه 25 نوفمبر غادي نوثقوا ليها حنا ولاد الشعب غادي نوثقوا ليها حنا غنحسبوا راسنا وغنبقاو مقابلين المكاتب ديالنا غنمشيو لها ونبقاو نشوفوا ونحسبوا حنا غنحسبوا ففي تونس في انتخابات ديال تونس تفاجئنا هذه السيمانه بالرقم الاخير اللي تعلن رسميا هو ان المشاركه ما كانش 70 كما كان متوقع في الاول ولكن كانت المشاركه 54% وحنا شفنا بعينينا الصفوفة والطوابير والملايين المليانة نازلة للشوارع وهم عندهم مؤسسات تعليمية وعندهم مراكز ومكاتب بزاف بشكل هائل جدا مقارنة مع المساحة ديالها والعدد ديال الساكنة وفي تونس كان المعدل ديال الانتظار قدام مراكز ديال التصويت كان تقريبا ما بين 4 و6 ديال السوايع الواحد كيتسنى باش توصل له النوبة ديالو في تونس عا باش يدخل يصوت تبقى في الصف ما بين 4 و6 السوايع في مصر في الانتخابات الدستورية اللي وقعت في مصر اللي كانت نسبة المشاركة 48% كان المواطن المصري المعدل ديال الانتظار ديالو حتى هو ما بين 5 و7 ديال السوايع هو واقف في الصف تيتسنى نوبته نسبة 48% هادشي علاش تنقولوه باش المواطن المغربي يكون مستعد نفسيا انه يسمع النسبة اللي غيقولها له المخزن ويقارنها مع داكشي اللي غادي يشوف في ارض الواقع كل واحد فينا ينزل المكاتب ديالهم كل واحد فينا غادي ينزل لهاديك المكتب ديال الاقتراع اللي غيكون في الدائرة ديالو غادي نبقاو عين نحسبو ونشوفو وفي الاخر ديال النهار غادي نمشيو للتلفزيون باش نسمعوا النسبه المخزنيه التاريخيه اللي غادا تعلن في يوم الاغتصاب الاكبر اغتصاب اراده الشعب المغربي وكاينه واحد الطريقه سهله عاوتاني باش نعرفوا النسبه ديال التزوير فمثلا الدوله غادا تقول بان نسبه المشاركه كانت 60% مثلا بمعنى ان 60% ديال الساكنة اللي عندها حق التصويت غادي تكون صباعا بنترين بمعنى لبقيتي غادي في الشوارع ديال المدن في المغرب ولا في البوادي في المغرب غادي تلقى 60% ديال الساكنة صباعهم بنترين ولكن لبقيتي غادي في المغرب وما تيبان لك حتى صبع مبنتر حتى صبع واحد تبقى تقلب في مراية الهند وما يبان لك حتى صبع مبنتر بمعنى شنو هو بمعنى نسبة المشاركة كانت صفر حتى الناس اللي تيتخلصوا دابا 200 حتى 500 درهم باش يعاونوا المرشحين نسبه كبيره منهم ما غاداش تمشي لصناديق الاقتراع وتصوت علاش حيت ما عندهاش ثقه في الانتخابات واخيرا قبل ما نختموا هذا الشريط لابد اننا نشير واحد المساله وهي انني ما كنجاوبش السفهاء اطلاقا مع عمري ما تنجاوب السفهاء حتى اللي جاوبت واحد النوع من السفهاء غادي نجاوبو بواحد الجواب اللي غادي يكون غادي يكون زوين بزاف ولكن غادي نجاوب واحد العينة من الناس اللي سولوني شنو مشى ليا بالضبط من الطوموبيله اللي تسرقات ومن الدار ديالي فللتوضيح فقط وللتاريخ فالطوموبيله سرقت لي منها وثائق شخصية لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بحقوق الإنسان ولا بهذاك الشيء اللي تقلب عليه المخزن وباغي يلقاه إطلاقا مسائل شخصية ديالي ما عندها أي شخصية ما تتهم حتى شي واحد اللي تسرق لي من الدار نفس الشكل ديسك دور إكستر اللي فيه الفيديوهات اللي حاطنا في اليوتيوب دونك شنو داو ديسك دور إكستر فيه الفيديوهات اللي حاط في اليوتيوب فقط لا غير دونك ما داو حتى حاجه والملفات اللي داو شخصيه ما عندها حتى علاقه بهذاك الشيء اللي تقلبوا عليه دونك ما داو والو بمعنى اللي بغيت نقول الاصدقاء ديالي والناس اللي تعرفوني هو ان داك الشيء اللي تقلب عليه المخزن ما يطيحش في يديه وما غاديش يطيح في يديه وكلمه اخيره للمخزن هو انه الا بغى يسرق الطوموبيل الجديده اللي شريت فيمكن له يسرقها ويديها يحرقها
بلا ما يضيع الوقت باش يبقى يقلب لحقاش ما عندي فيها حتى شي حاجه. يمكن له يسرق المسجله مثلا بالزربه، يسرق المسجله ويحرقها لحقاش انا اصلا عارف بان المخزن فاش تداهم البيوت ديال عباد الله في المغرب ولا فاش تعتقل للمناضلين، فاول حاجه تيقوم بها هو انه تيقرصن وتيشفر بالعلالي بابهى الصور ديال التشفرت، تيشفر المتاع ديال عباد الله اللي تيدهموا له المنازل ديالو، تينتهبوا له النهب والسرقه بالعلالي، تيسرقوا لي زورديناتور، الكاميرات، المواكن، الذهب، الفلوس، كلشي تيسرقوه وما تيوثقوش كاع اطلاقا. وسير دعي، سير دعي، شد دعي المخزن تقول لهم سرقوني ما سرقناكش، تقول له سرقني مخزن ديال صاحب الجلاله، يقول لك ما سرقناكش. لحقاش صاحب الجلاله هو اللي غادي يحكم، هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، فكيف ان رئيس المجلس الاعلى للقضاء غادي ينظر في قضيه اللي مشات فيها الشبيحه ديالو هي اللي كتقوم بهذاك الشيء؟ فاش تنقولوا الشبيحه تنتكلموا على ناس امنيين بزي مدني، الشبيحه الملكيه هما ناس امنيين لابسين زي مدني باش المواطن العادي يبقى يعتبرهم عي بلطجيه وتيبغيو الملك بزاف. هما لا، هما ناس امنيين بزي مدني. دمتم في حفظ الله ورعايته، حفظكم الله ورعاكم من سم المخزن، ولنا عوده في اصدار شهر دجنبير ان شاء الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم.